دي بالله يا حبيبتي. مش قادرة أصدق إن بابا مات يا ماما. حسن أنا هسمعه بإنها عليا دلوقتي. ادعيله ادعيله يا حبيبتي، ربنا يرحمه ويغفر له. هو حاسس بيه. مش قادرة أصدق إن ياسين يعمل كده. بس هيجي له قلب يقتل أبوه. لا ما تقوليش كده. ياسين مستحيل يعمل كده. اوعي تقولي كده تاني. الموضوع ده في إنا. أنا متأكدة إن ياسين مظلوم. رؤية يلا عشان تاكلي، أنتي على لحم بطنك من الصبح. مش قادرة مش قادرة يا ماما. لا لازم تقدري. مفيش حاجة اسمها مش قادرة. أنتي بتاخدي أدوية تقيلة. مش قادرة. أنا مبقاش عندي غيرك. أبوكي راح، أخوكي الكبير كمان راح، والصغير في المستشفى مش عارفين هيحصل له إيه بعد ما ياسين يهرب. يا رب. إحنا في الدليل. دي حكمة ربنا. لازم نقبل ونرضى. جايز يكون ربنا عايز يقول لنا حاجة، ويمكن يكون بيحمينا من حاجة احنا ما نعرفهاش. قولي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ياسين احنا امتى نروح البيت؟ أنا جوعت وعايزة أنام. حاضر يا حبيبتي، هشوف دلوقتي أوتيل نقعد فيه. باشا معاك ولاعة؟ لا والله معيش ولاعة. طب ما تقف يا عم بنكلموه. اهدى بس اهدى. طيب اهدى عشان معايا البنت. كده طب اهدى اهدى. بص أنا دي كل الفلوس اللي معايا، خدهم وسيب لي بس منهم 100 جنيه. إيه؟ نسيب لك 100 جنيه؟ لا إحنا هناخدوا الفلوس كلها ونسيبوكوا تمشي أنت والكتكوتة دي. مش بنتك دي ولا إيه؟ خلاص يا سيدي خدهم حلال عليك، اتكل على الله. تمام سلام يا نجم. حبيبة فاكر الراجل اللي رحنا له ساعتها العمارة؟ روح اقعدي عندنا 5 دقايق وهيجي لك. لا بس منيش لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا 5 دقايق هيجي لك على طول مش هتأخر. ماشي يلا خلي بالك. ها طلع الفلوس، خدها الغزال وطلع. معلش الفلوس بقولها مع الولا خدها وجري. والله ما بين كل اللي معايا. وبعدين يا حبيبتي عملت ايه؟ الله اهو بابا جه اهو. انا كنت خايفه قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ مش انا سايب وحشه ولا ايه؟ انا قصدي كنت خايفه عليك انت. متخافيش عليا. المهم جبت فلوس؟ يعني مش كلها بس. تعالي بقى عشان نشوف ناكل ايه. يلا بينا. تشكر يا حاج تعبناك معانا. عليه يا ابني ولا تعب ولا حاجه. السلام عليكم. ربنا يخليها لك يا ابني. يا رب. مع السلامه يا حبيبي.